اهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين. انا مش في بلد عربي ولا في السعودية ولا في الخليج ولا حتى في مطروح عندنا في مصر ولا حاجة، في القعدة البدوي دي اللي انتوا شايفينها الجميلة والترابيزات البدوي دي والديزاين الاسلامي ده كله. انا هنا على فكرة في مدينة جوانجو في احد المطاعم العربية هنا في حي العربي في شاوبي. الناس بتيجي جوانجو او الصين عارفة حي شاوبي كويس قوي، وهو الحي العربي اللي فيه المطاعم، المطعم التركي واليمني والكلام ده كله. انا موجود في مطعم اسمه مطعم انطاليا. مطعم انطاليا هو يعتبر فوق مطعم البوسفور التركي على طول في منطقة المطاعم، الدور التاني. لو بصيت على الدور التاني في المنطقة اللي فيها المطاعم هتلاقي مطعم انطاليا. بصراحة انا حبيت ان انا اشكر الناس هنا، مطعم جميل جدا جدا ما شاء الله، يعني في ستاف كبير قوي بقيادة ما شاء الله، يعني حد محترم مصري ما شاء الله، شاب رائع اسمه شادي، استاذ شادي، ومعاه الاستاذ عمرو، ومعاه فريق مصري ما شاء الله، يعني هم اللي بيليدوا الفريق العمل هنا. اكل جميل جدا، انا مبسوط. احلى حاجه ان انا مش مصدق ان انا لقيت قعده عربي، تخيلوا، في مدينه جوانجو في الحي في شاوبي، المطاعم العربيه اللي موجوده زي ما انتم شايفين كده، قعده عربي وجميله، والترابيزات العربي والقهوه التركي اللي انتم شايفينها دي كمان، يعني بصراحه، والقعده اللي انتم شايفينها. وفي بالمناسبه يعني في ناس ابتدت يعني موجوده، وفي في يعني زباين موجوده، والدنيا ابتدت تشتغل جزئيا زي ما قلت لحضراتكم. ف يعني حبيت ان انا اطمنكم، يعني الدنيا ابتدت شغاله، وحبيت اعرفكم المكان الجميل ده موجود للناس اللي بتحب القعده العربي والاكل العربي، وعندهم ما شاء الله منيو، عنده طبعا منيو عربي، وفوجئت ان عنده منيو هندي كمان، تخيلوا، يعني عنده منيو هندي للناس بتحب السبايسي بقى والحاجات دي كلها. فيعني ربنا، اهلا وسهلا طبعا الناس بقى ان شاء الله اللي بتيجي تيجي. احنا انا قلت قبل كده ان الزياره للي عايز يجي الصين بدايه من بعد نص شهر مارس، بدايه من بعد نص شهر مارس ان شاء الله، او من اول ابريل الحياه ابتدت تعود جزئيا للصين، بل بالعكس، يعني الصين في علو، وبعض بالعكس بقى ابتدت الفيروس ينتشر في بلاد تانية زي ايطاليا وامريكا وايران وبعض الدول العربية. يعني ربنا يعافي الجميع يا رب ان شاء الله. فالحقوا بقى نفسكم، لان ممكن الصين هي اللي تقول مش عايزة من بلاد معينة. فانا بقول الكلام ده الناس برضو كل واحد يقعد يفكر ويحسبها كويس يا جماعة، انهي اصلح له، يجي دلوقتي ولا يجي بعد نص شهر ثلاثة، ولا يجي في اول اربعة، ولا يجي في خمسة في مايو، ولا هو كل واحد يضرب بيجمع حساباته. احنا دورنا ان احنا بننقل لكم الدنيا عامله هنا ازاي والجو عامل ازاي. بصراحه يعني انا موجود في المطعم انطاليا اللي بقول لكم عليه، مطعم جميل اكله حلو، ومطاعم كتير ما شاء الله اكلها حلو، يعني مش حاجه خاصه يعني، ولكن حابب ان انا اشكر بصراحه الناس اللي موجوده هنا بتدير المطعم. بشوفكم ان شاء الله دائما، تابعوني على كل ما هو جديد على منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، سناب شات، تويتر، لينكد ان، كله تحت اسم هيثم في الصين. والى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.